سلاح في النينجا. اصحى يا شلبي يا عم، كنت تديني الفلوس او يا بنتي كنت تديني الفلوس، والله افضل بكتير جدا. اتعلمت بنج اصلا لما اتعلمت نط الصوت، تقعد من غير هدوم خالص تعيش حياتك. انا غريب جدا. ملامحه المصرية جداً خليته يخش كل بيت مصري وكل أسرة مصرية بتعتبره واحد منها. ضيفنا النهاردة هو الفنان ميدو عادل. 14/4 هو يوم ميلاد ميدو عادل اللي اتولد في شبرا لأم وأب بيشتغلوا ممثلين في المسرح، يعني عائلة فنية جداً. من وهو عنده 3 سنين كان بيمثل معاهم أول أدواره الفنية. 2 هو عدد إخوات ميدو عادل اللي برضو بيشتغلوا في الفن، هم فاطمة وحنان. 2 برضو هم عدد ولاد ميدو عادل حياة وحلم اللي نفسه انهم يشتغلوا في الفن. 3 ممثلين قال ميدو عادل انه بيعشق تمثيلهم، هم طارق لطفي وماجد الكدواني وخالد النبوي. دي الاجابات اللي تعرفوها عن ميدو عادل، انما دلوقتي حالا هتعرفوا اجابات تانية خالص في خلصانة بإجابة. ميدو، ايه اكتر حاجه بتضايقك؟ اكتر حاجه بتضايقني الغباء. انا بتضايق اول ما اشوف بني ادم غبي جدا، انا بقيت حاسس ان ليه اسبابه فعلا. دي اكتر حاجه بتضايقني في الدنيا، يعني يبقى فيه غباء. طب لو حد كسر عليك في اشاره والدنيا زحمه جدا وانت سايق هتعمل ايه؟ حسب، لو انا متعصب ممكن انزل وانا متخانق عادي جدا، مش هتفرق معايا بنت ولا لو انا متعصب يعني ما خلي عندك دم، يعني ركزي. مش متعصب فهضطر استحمل، وانا بحاول استحمل، انا شخص عصبي، بحاول على قد ما اقدر ما ابقاش عصبي. ايه اكتر اكله بتحبها؟ اكتر حاجه بحبها الملوخيه. من مامتك ولا من مراتك؟ دي طعم ودي طعم، بس مامتي جدا. واكتر اكله ما بتحبهاش؟ كل اللي عارفيني طبعا هيتريقوا عليا دلوقتي. اكتر اكله ما بحبهاش الكبده والطحينه، ممكن اموت، ممكن يحصل لي حاجه. طب لو معزوم ولقيت قدامك كبده وطحينه؟ مش ممكن افضل صايم طول حياتي. طب واكتر حاجه بتفرحك؟ اكتر حاجه بتفرحني في الدنيا كلها هي بناتي. بقى اكتر حاجه بتفرحك يا ميدو بناتك؟ متاكد انها مش مراتك مثلا؟ مش على افراد ربنا. طب اقول لك حاجه، تعالى نغير السؤال. ايه اكتر حاجه بتخوفك؟ اكتر حاجه في الدنيا بتخوفني الموت. طب واللي تنرفزك؟ اكتر حاجه بتنرفزني عدم التركيز، لما بعمل حاجه في شغل او مع حد او مع اي حد في اي حاجه هتلاقيه مش مركز، فدي بتنرفزني جدا. عموما بشكل عام وانت في المسرح بيبقى عندك بروفات، فبيبقى مثلا انت عمال طالع عينك وعمال تشرح لحد حاجه او حد يعني واللي معاك ده مش مركز معاك اصلا، هو مقضيها تقضيه واجب. او في الشغل في التصوير يبقى في حد بيشرح واحنا مجموعه، في واحد مش معانا اصلا، فيا معلم احنا شغالين، احنا جايين نشتغل مع بعض وده شغلنا وحياتنا، فركز معانا شويه. ولو حد عكسك؟ حاجه لطيفه جدا طبعا. كنا هتقول لك لا والله، بس طبعا المعاكسه شيء لطيف جدا، مبسوط لو تعكس. متاكد يا ميدو من كلامك ده ان المعاكسه شيء لطيف؟ لا، ده انت تحكي لنا موقف بقى حصل لك خلاك تقول كده. بتحصل كتير كده، بس يعني مره كنت بتكرم في جامعه، ففي طبعا كان في بنات كتير جدا، في بنوته شدتني وقبساني. انا عندي 2 اخوات بنات وعندي بنوتيني، وانا من زمان عندي اصدقائي من المعهد وقبل المعهد، عندي اصدقاء بنات كتير جدا، وانا صغير كنت برضو شقي بتاع بنات، فيعني ما فيش يعني انا بني ادم طبيعي يعني ولا شكلك كنت شقي في المدرسه؟ كنت شقي في المدرسه وبره المدرسه. لا احكي لي موقف ما يتنسيش، ما عداش. موقف كتير قوي، كنت كتير قوي بغيب من المدرسه كتير، كنت وانا اتعلمت نط الصور دي من اعدادي، انا من شبرا، فكنت لا بنط من على المدرسه عادي جدا، ونروح مكه الشباب نلعب بنج بونج. اتعلمت بنج اصلا لما اتعلمت نط الصور. كنت بالنسبه لزمايلي اللي في المدرسه انا شخص متخلف عقليا، لاني بروح معايا كتاب نجيب محفوظ وانا عيل في اعدادي، ممكن عادي جدا اروح انط من على السور واتخانق طول الوقت بعمل حاجتين، وانا مقتنع ان الفرق ما بين الصياعه حتى كلمه صياع زمان مش قليل ادب، يعني نقدر نقول مثلا هضرب لك مثل شهير احمد رمزي وحسن يوسف في افلام الابيض والاسود، هما ده هي دي الشقاوه والصياعه اللي احنا شويه كانت مرتبطه بينا بالاجيال اللي بعد. لما احمد رمزي وحسن يوسف يبقوا اشقياء انا خلاص حبيت الشقاوه كده. بس قولي بقى، لو انت حابب تبقى شخصيه كرتونيه شقيه تحب تبقى مين؟ سلاح في النينجا، كنت مرتبط بيهم وانا عيل صغير جدا، بحبهم جدا. كانت مامتي بقعد احلم ان هي تقعد تخيط لي تعمل لي بدله سلاح في النينجا، وان هما في تحس ان حاله تنكر كده، وهي مرتبطه بجيل برضو ومرتبطه بروح وذكرياتها كلها الشارع والحياه والناس، وكان برضو عندهم شويه مبادئ. وانا ما بحبش الحاجات الخارقه، يعني ما بحبش افلام الخيال العلمي قوي، ما بحبش سوبر مان، ما بحبش الناس اللي بتطير، تحس ان انت طول ما انت على الارض في واقع. سلاح في النينجا تحس ان انت لابس ماسك ونازل تضرب في الناس تقتل فيهم واللي مضايقك. وانا بحب روبن هود شويه ودونك شوت، يعني خيال النزعه، بحس ان سلاح في النينجا كانت ينفع تبقى عامله بتلعب دور الفتوه تجيب الناس حقوقها يعني. طب ايه اكتر كرتون تاني؟ وانا صغير كان طبعا كابتن ماجد طبعا، وانا كبير قبل ما اتجوز واخلف وبعد ما خلفت معظم افلام ديزني طبعا، ليم كينج، بس انا كنت يعني اكتر فيلم بحبه في
ديزني شركة المرعبين محدودة جدا، وريتوتوي الفار الطباخ، وفيلم اسمه الفيل هورتون، فيلم اب. يعني انا بحب ديزني جدا، ودلوقتي بتفرج انا واولادي عليهم كمان وحافظهم. يعني ايه اكتر حاجه مثلا فيه معلقه معاك؟ طبعا شلبي ومرده شوشني. اصحى يا شلبي، اصحى يا شلبي. كنت انا وبناتي بنقعد طول الوقت نصحي بعض كده. طب فاكر اول هديه جات لك؟ طب انا فاكر هديه دلوقتي جات لي من عمي الله يرحمه. وانا صغير كنت بحب الكوره جدا، وانا صغير جدا، وجت عليا فتره في النص بقيت بكره الكوره جدا. يعني اخر علاقتي بالكوره كان سنه 98 وانا صغير. حصل لي موقف كده فاخدت موقف من الكوره تماما. ما اعرفش اسماء لعيبه، حتى بقول حازم امام، قلت لهم حازم امام لسه بيلعب فريق ده، في حازم امام تاني وقرب يعتزل. الكلام ده لغايه قريب. بعد كده طبعا بقى مع قبل كاس العالم بفكره محمد صلاح، بفكره ان بقى فيه الانتماء الانساني مش الانتماء يعني. وانا صغير كنت زملكاوي جدا، انا عشان بابا زملكاوي فكنت بحب الزمالك جدا. عمي ده جاب لي تيشيرت زمالك وانا صغير، وانا كنت ساعتها نفسي العب كوره، كنت بلعب كوره، كنت اروح العب، بس كنت ساعتها بفضل المسرح ولا الكوره، فكانت المسرح طبعا. طب اوحش هديه جات لك؟ اوحش هديه جات لي لما حد بيجيب لي هديه غاليه جدا 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 جدا، وعلى حاجه ما تسهلش، انا مش هستخدمها ومش حاببها، مش هينفع اقول ايه. فبحس ان يا عم كنت اديني الفلوس، او يا بنتي كنت اديني الفلوس، والله افضل بكتير جدا. احلى هديه جات لي ممكن تبقى لما حد بيجيب لي كتاب، عشان بحب الكتب جدا، او كشاكيل وقلم. انا بحب الادوات المكتبيه بجنون، هي من اكتر الحاجات اللي بصرف عليها فلوس في حياتي. ايه اخر كتاب قريته؟ بقرا حاليا في نقطه النور بهاء طاهر. واكتر فيلم بتحبه؟ صعب شويه السؤال، لاني بحب افلام كتير. لا ما انا برضه افلام زمان كتير جدا، مفيش فيلم ما بحبوش في افلام زمان، بس عشان انا يعني عاطف طيب ده الهي في الحياه، هو احمد زكي. فاكتر فيلم بحبه جدا ممكن يبقى البريء. ميدو صيف ولا شتاء؟ بحب الاثنين، بحب حاجات كتير جدا في الشتاء، بحب حاجات كتير جدا في الصيف. الصيف هوايات، فكره ان انت طيب تقعد من غير هدوم خالص فتعيش حياتك. الشتاء وقت لسعه البرد تبقى حلوه، واوقات الحاجات بتبقى مرتبطه بالمواقف، فبحب الاثنين، بحب في كل حاجه حاجه. بتحب السفر؟ خالص ما بحبش السفر، انا غريب جدا. انا غريب حتى بالنسبه لاصحابي، انا ما سافرتش كتير، ما كنتش بروح رحلات كتير، حتى على كبر لما سافرت مضطر الامارات مرتين، دبي ما انبسطتش خالص، بقيت هموت وارجع. يمكن لما سافرت لبنان انبسطت شويه، حسيت ان لبنان شبه المجتمع المصري، بس ما بطيقش اقعد كتير. حتى من ضمن البلاد فاحلامي احلامي اللي هي المؤجله خالص، اللي هي رقم 85 تحت دي خالص، ان انا اروح البرازيل او اروح اليونان او اروح ايطاليا، عشان ازور مجتمعات مش عشان البلد. ودايما بحب الحاجات اللي شبه العالم الثالث، اللي هي شبه مجتمعنا، ايطاليا بحضارتها، اليونان بحضارتها، البرازيل بثمارها وشوارعها وحياتها اللي شبهنا. بس لكن السفر عموما لا. طيب ماشي، افتراضا لو سافرت عبر الزمن تحب تروح فين؟ ارجع على الابيض والاسود، اربعينات خمسينات. طب لو كنت ملك في التاريخ والاساطير تحب تكون مين؟ لو كنت ملك ممكن يبقى الملك فاروق، عشان كان شايف نفسه قوي وما كانش فارق مع حد، وانا وقت ما بتجنن ما بقاش فارق مع حد. ومحمد علي، محمد علي عمل حاجات في مصر ممكن تبقى اهم بكتير جدا، يعني كان الراجل طبعا واخد وضعه زياده، وكان عمل حاجات كتير جدا مؤثره. برجك ايه؟ حمل. ايه عيوبه؟ العيوب ما بفهمش في الابراج خالص، انا مش مقتنع بالابراج قوي، لان كل الناس عندها طيبه، وكل الناس في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه. انا بقعد اسمع كل صفات برج حمل بسمعها في ابراج ثانيه، فطب فين الاوبشن يعني؟ عيب انا شخصيا ان انا عصبي جدا. كان نفسك تمثل مع ممثلين زمان؟ احمد زكي وسعاد حسني كتير، اي حاجه غير سعاد حسني كان نفسي اطلع فيها. امنيه نفسك تحققها؟ اصل في امنيات كتير قوي الواحد نفسه يحققها برضه، عشان فعليا الستر والصحه ليا ولاهلي كلهم ولاصحابي القريبين، انه دايما الواحد بيتوجع لما يبقى في حد منه في حاله صعبه، فربنا يحفظهم لي كلهم، يعني اهلي وعيلتي واصحابي. اكتر امنيه ان انا افضل من هنا لغايه ما اموت بمثل، عشان انا اكتر يعني ما بحبش حاجه في حياتي غير التمثيل. بمثل عن 3 سنين، فالفن هو رقم واحد في حياتي فعليا. نفسي يبقى عندي مسرح كبير جدا. اكتر صوره بتحبها على السوشيال ميديا؟ ولا صوره، ماليش في السوشيال ميديا. انا بنزل كل 20 سنه مره، وبقعد اكتب كده لما ما بحبش السوشيال ميديا قوي، مش متفاعل معاها قوي، بس بقيت اعملها عشان ما يتقالش عليا ان انا دقه قديمه والواد ده معقد ولا ايه. فتمام قشطه، انا موجود وكل حاجه، بس مش هواياتي قوي. انا اصلا عمري في حياتي ما عملت فوتو سيشن، انا دوري اني امثل مش اقعد اعمل حاجات تانية. طب عندك الجرأه تورينا صوره بطاقتك؟ انا جبت البطاقه، ابحث مع الشرطه. اعزب، بطاقتي مكتوب فيها اعزب لغايه دلوقتي، حاجة لطيفة جدا. طب اعترف لنا اعتراف. انا بكذب كتير، بكذب كتير جدا على كل الناس، على اهلي وعلى مراتي وعلى عيالي وعلى كل الناس طبعا. بكذب كتير، ان انا ما اقولش لبناتي ان انا في المكتب، عشان كانوا هيشبطوا يجوا معايا، يقولوا انا عندي مشوار شغل مش هينفع. هو بكذب في الشغل وقتها، كنت زمان بجح جدا في الاعتذارات، اتعلمت ان عيب، فلا فاقعد اقول اي مبرر تاني. اسئلتنا خلصت، ونجمنا ما عرفش يهرب من الاجابه عليها، وبكده تبقى المهمه تمت وحلقتنا خلصانه باجابه.